بونسوار، اهلا وسهلا فيكم بماسك ليدي تشانل. رجعت لكم انا مره اليوم بفيديو جديد لحتى نكمل سلسله الفيديوهات اللي كنا سبق وبداناها وحكينا فيها عن البودي شيبس او انواع الاجسام وفصلنا فيها على كل تايب من هالتايبات شو الستايل المناسب له حسب الوزن. فحكينا عن الوزن الناصح او الوزن النحيف والوزن المثالي مع كل تايب من هالتايبات. اليوم رح نكمل بهالسلسلة، بس اذا لسه ما قدرت تحددي اي بودي تايب بينتمي له جسمك رح تلاقي بالديسكربشن تحت هالفيديو رابط لفيديو بخليك تعرفي بسهولة لاي بودي شيب انت بتنتمي، وبتلاقي روابط لجميع الفيديوهات اللي بترتبطها بجميع التايبس ومع كل الاوزان. كمان رح تلاقي فيديوهات بتحكي عن المشاهير اللي بينتموا لكل تايب من هالتايبات. رح نشوف كيف بيختاروا الستايل الخاص بازيائهم وكيف احيانا بيقعوا باخطاء وكيف بيتبعوا النصائح يلي نحن بنحكيها وانا حخبركم عنها، وكيف احيانا ما بيتبعوها بيعملوا اطلالات كارثيه وبتنتقدهم الصحافه، صحافه الموضه خصوصا. هلا خلينا نرجع نكمل السلسله مثل ما قلت لكم يلي بدانا فيها. اليوم رح نحكي عن الريكتانجل او المستطيل والمسطره بس مع وزن مثالي. بدي اذكر انه الجسم المستطيل هو الجسم يلي في عرض الاكتاف، يساوي عرض الخصر ويساوي عرض الارداف. فاذا من فوق الاكتاف مع تحت الارداف في بيناتهم توازن كتير كتير حلو ومثالي يعني، بس عندي مشكلتي هون بتكون بهذا الشكل مع الخصر يلي هو غير بارز وغير منحوت، لانه الخصر نعرف انه لازم يكون منحوت ويكون بارز. فاذا انا نقطة الضعف يلي بدي اشتغل عليها هي الخصر، بدي احاول قد ما فيني ابرزه وانحته. كيف؟ دائما انا بقول اهم شيء واسهل شيء لانه نبرز خصرنا هو استخدام الاحزمه او البيلت. اي بيلت حلو بتستعمليه عند خصرك بيعطي شويه دقيقه وبيبرزه، بس بدك تنتبهي على شغله مثل ما دائما بقول انه اذا كنتي قصيره حاولي تتجنبي الاحزمه العريضه، واذا كنتي طويله فيك تستعملي الرفيع او العريض ما في مشكله، بس القصيره يا ريت تروح دائما تختار الرفيع، الحزام الرفيع، لانه الحزام العريض بياخذ من طولك. واي بيلت ما بتنسقي مع اي ستايل رح يعطيكي شكل حلو للخصر. بس بقي يقول انه من فوق ومن تحت ليش ما عطيت نصايح للريكتانجل المثالي، لانه عندكم حريه تلبسوا اللي بدكم اياه طالما انكم محافظين على التوازن، بحيث انه انتم عندكم عرض الاكتاف مساوي لعرض الارداف، هذا شيء حلو كتير. فانا ما فيني روح عرض من فوق وخلي من تحت، هيك رح اخرب التوازن. ونفس الشيء اذا عرض من تحت واترك من فوق. لهيك اذا اخترتي انت او حابه تعطي شويه وزن لحالك او حبيتي تعملي شيء فوليوم فاعمليه من فوق نفسه من تحت، واذا حابه تعملي هالشيء تعطي شويه فوليوم من فوق شويه فوليوم من تحت ومانك عارفانه كيف، تتجهي لرابط فيديو الريكتانجل النحيف رح تلاقي حيل ونصايح كثير تتبعيها لحتى تحافظي على التوازن مع شوية فوليوم. اما اذا كنتي حابة انه ما تعملي فوليوم او حابة تنحفي حالك شوي او حابة يكون ستايلك بسيط، تروحي على الريكتانجل الناصح لحتى تعرفي كيف تتبعي شوية حيال تختاري فيها الستايل على هذا الاساس. اذا انت عندك مطلق الحرية تعملي بدك اياه طالما انك محافظة على التوازن. كيف بدك تحافظي على التوازن؟ هالشي رح تلاقي كثير نصايح حلوة وتفيدك بالريكتانجل النحيف والريكتانجل الناصح. اهم شيء بالنسبه لك انت تحافظي على التوازن وتعملي خصر عن طريق الاحزمه مثل ما قلت. كمان في عندي ثواني لاجيب لكم صوره لفستان كثير حلو بيساعد بهي القصه. اذا عندي هذا الفستان يلي انا بسميه فستان النحت، يلي هو مثل ما انا شايفين فيه قط من على اليمين وقط من على اليسار بلون، وبالنص بيكون فيه لون تاني. هذا الفستان كتير حلو لينحت الجسم لحتى يعمل خصر، وهو رائع رائع بالنسبة للريكتانجل بوزن مثالي وكمان للريكتانجل بوزن نحيف وبريكتانجل بوزن ناصح. بس بدنا ننتبه على شغلة واحدة، انه اذا كنتي حابة تكسبي شوية كيلوغرامات زيادة روحي على الفستان يلي بيكون اطرافه فاتحة
عكس هذا، يعني اطرافه فاتحة وبالنص غامق. واذا كنتي حابة تنحفي شوي او تباني انحف او حتى تحافظي على وزنك مثل ما هو، روحي على الريكتانجل يلي اطرافه، عفوا على الفستان يلي اطرافه مثل هون غامقين وبالنص فاتح، لانه لما بيكون اطراف غامقين والنص فاتح بينحف، ولما بيكون العكس بيكون الاطراف فاتحين والنص غامق بيعطي شوية كيلوغرامات زيادة. فانتي اختاري اللي بدك اياه، عندك مطلق الحرية. هو الحلاوة هذا الفستان انه بينحط الجسم وانتي هذا اللي محتاجتي، كيلوغرام زايد كيلوغرام ناقص بالنسبة لوزنك المثالي ما كتير رح تفرق. اذا هيك رح نكون خلصنا النصائح الخاصة بالجسم المثالي، بس بقي اخبركم شوي عن المشاهير يلي بينتموا لهذا البادي شيب. عندي الحلوة كتير اللي أنا كتير بحبها كاميرون دياز، بتنتمي للبودي شيب الريكتانجل. كمان عندنا فيكتوريا بيكام، معروفة فيكتوريا بيكام، كمان بتنتمي للريكتانجل. بس إذا حابين تعرفوا أكتر عن كل المشاهير اللي بينتموا لكل البودي شيبس، كيف بيختاروا ستايلاتهم وكيف بينسقوها وفقا للنصائح اللي حكينا عنها، وكيف أحيانا مثل ما قلت لكم بيتبعوا أخطاء، وحابين تعرفوا تفاصيل أكتر، في فيديوهات بتلاقوها تحت بالدسكريبشن تفرجوا عليها. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك، شيروه لتعمل الفائدة، ولا تترددوا أبدا تتركوا لي أي سؤال بدكم إياه بخانة التعليقات. تابعوني دايما على انستغرام ماسك ليدي وتواصلوا معي هنيك، وأهم شي تعملوا سبسكرايب للقناة لحتى نرجع نلتقى بفيديوهات جديدة ومتميزة دائما. بشوفكم على خير، باي.